هذه الحرب إذا وقعت ستكون حربا شاملة لن تتوقف إلا مع خروج الغرب من الشرق. عندما يأخذ الكونغرس موقف مؤيد للضربة حيضطر رئيس أوباما يعمل ضربة أهم وأكبر وأوسع من الضربة اللي كان يفكر فيها. بينما تقرع دول الغرب طبول الحرب، تستعد دول المنطقة الممانعة للمواجهة. وفيما يترقب العالم تفويض الكونغرس الأمريكي للرئيس أوباما بشن الضربة العسكرية على سوريا، يتساءل البعض ماذا سيحل بلبنان والمنطقة، وهل بتنا على عتبة حرب إقليمية؟ ضربة من منطلق الإدارة الأمريكية هي لها علاقة برد على استعمال السلاح الكيميائي، ولكن عندما رمى الطابة بالكونغرس الأمريكي، الحزب الجمهوري عم يشترط عليه إذا لحقته بدك تعمل ضربة بدك تربطها بالصراع بسوريا، بدك تربطها بإضعاف النظام السوري، بدك تربطها بتعزيز الجيش السوري الحر، وبدك تربطها بضغط سياسي لتنحي الرئيس الأسد. العدوان إذا حصل فإن أمريكا تملك إطلاق الصاروخ الأول، ولكنها لن تملك التحكم بمسار العملية. وبحسب العميد حطيط، ستشمل الضربة العسكرية 5 مراحل: مرحلة سبر الأغوار، مرحلة فتح الممرات الجوية والبرية، مرحلة القصف الصاروخي، مرحلة تدمير السلاح الاستراتيجي السوري، ومرحلة تقديم الدعم الناري وتمهيد الهجوم البري للجماعات السورية المعارضة. الخوف أنه إذا الضربة كانت كتير كبيرة، وإذا يعني كانت مدخل إلى انخراط أمريكي وإقليمي ودولي كبير في الحرب السورية وراحت على أشهر أو سنوات، قد يشكل هذا خطر على دول المنطقة أكثر من الشك، يعني من الخطر اللي موجود في الوقت الحاضر. ولكن ماذا عن رد حزب الله وإيران وروسيا؟ حزب الله حتما سيشارك في العملية الدفاعية، لكن طريقة أداء حزب الله وعمله هو من الأمور التي دائما يحتفظ بها الحزب لتشكل مفاجأة. إذا ضربة متوسطة الحجم، وإذا شعر النظام وحزب الله وغيره أن النظام قادر يستوعبها بدون ما تغير موازين القوى بشكل كبير، ممكن يتم استيعاب الضربة بدون ردود أفعال كبيرة وبدون تصعيد، لأنه أكيد لا سوريا لا حزب الله لا إيران بدها أنه الجيش الأمريكي يرجع يجي جراء تصعيد جديد ويرجع يفوت بهجومات إضافية. هناك احتمال أنه في 24 ساعة الأولى يمكن لحزب الله وسوريا وإيران أن تسقط في منطقة التأثير الاستراتيجي العالي زون ميديان اللي قلت عنها 1000 صاروخ ب 24 ساعة. كل شخص يرى أن مصالحه تمس بهذا العدوان له الحق بأن يبادر للعمل العسكري المشروع للدفاع عن مصالحه. يبقى السؤال: التصعيد العسكري هل سيؤدي إلى تسريع عجلة المحادثات السياسية؟ أم أن ساعة الصفر قد حانت، وبالتالي الشرق الأوسط بات في مهب الريح أو الصواريخ؟